طيبين وانتي طيبة وانتي وبخير طيبة يا حبيبتي، رب. اهلا وسهلا. الله يخليك. كل سنة وانت طيب. ممكن اسأل سؤال؟ اتفضلي. دلوقتي انا حماتي، انا قاعدة مع حماتي تمام. وحماتي تعبانة، وانا شايفة في اعراض فيها تعبانة، وقلت لجوزي ما بيكشفش عليها. تمام. الو. فانا دلوقتي وانا قلت لها وقلت لعيالها، وردت رد فعلها عليا بتقول لي انت مالكيش دعوة، تعبانة مش تعبانة انت مالكيش دعوة. مالكيش دعوة بإيه فهل بالظبط؟ لا فهل مالكيش دعوة دلوقتي بإيه يا إيمان؟ مالكيش دعوة بإيه طيب؟ ماليش دعوة يعني ان انا ايه، ان انا يعني ايه اقول لعيالها ان هي تعبانة وعايزة اخدها اكشف عليها؟ تمام. هي رد فعلها عليا انك انت يعني مالكيش دعوة، فهل ديت لو فضلت تعبانة اتكلم ولا اخدمها لوجه الله تعالى وخلاص على كده؟ يعني أنا عايز أسألك سؤال، يعني هي مش عايزة اتفضل. تعرف إخواتها؟ لا ولادها، أنا آسفة، مش عايزة تعرف ولادها إنها مش تعبانة؟ عايزه، مش عايزه اتعرف ولادها ان هي تعبانه، وهي اصلا تعبانه، هي ما بتقومش من مكانها طب وانا بخدمها، انا اللي قاعده معاها أيوة، وجوزك قاعد معاكي وشايفها تعبانة. وشايفها، وقال لي بقول له والدتك تعبانه، قال لي لا مش تعبانه طيب ومطنش، وهو يعني احنا قاعدين معاها. فأنت فدلوقتي عايزة هي لو تعرفي فضلت دورك ايه بالظبط يا إيمان؟ فهي لو فضلت هي تعبانه كده اداني ساكته، عشان انا عرفت ولادها وعرفت بناتها وعرفت جوزها اللي قاعد معايا، هي حرجتني وقالت لي انت مالكيش دعوه. طيب هي في مشاكل بينها وبين أولادها بصفة عامة؟ لا ابدا، لا ابدا والله. طيب تمام يا أستاذة إيمان، هنرد على حضرتك. حاضر. حضرتك سمعتي السؤال يا إلى دكتور حد فاء؟ ما هي حماتها تعبانة ومش عايزة تعرف ولادها. بالظبط، يعني وهي إيمان اللي هي المتصلة بتحاول إن هي بتخدمها وبتراعيها وبتسعى إنها توديها للدكتور، الكل متنصل من القصة، وهي بما فيهم الأم بتقول ما تتدخليش في الموضوع، فهي بتقول أنا شايفاها تعبانة وتعبانة جدا وما بتقومش من مكانها. موقفي إيه في الوضع ده؟ بصي يا حبيبتي، بما انك مش زوجها معاها في نفس البيت، الفتي نظر الزوج بدون ما ربما يكون يظن ان انت متأففة او حاجة. اعملي اللي عليكي، وانت ربنا هيؤجرك اجر عظيم جدا 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 بخدمة هذه السيدة الكبيرة اللي هي في بيت ابنها. يعني انت بتساعدي كمان الابن على انه يكون بار بامه، فان شاء الله البركة هتحل عليكم. لقيتيها تعبانة، الفتي نظر الابن بهدوء من غير ما تشعري ان انت عايزة تكبري الموضوع، عشان احيانا بيظنوا ان تكبير الموضوع دوت انا مش هقدر، فتعالوا انتوا خدوها او شيلوها او حاجة. وساعات يتفهم بسوء الام ظن. بيبقى قلبها على ولادها، مش عايزه تشعرهم بالقلق عليها، فانت بالراحه كده الفتي نظر زوجك. اذا هو شايف ان الامر ما فيهوش ربما انت تكوني قلوقه زياده عن اللزوم، خدي انت بالاسباب وساعديها في الادويه بتاعتها، وتضرعي الى الله عز وجل لها بالشفاء ان شاء الله باذن وهي دي الله. معاني عليكم انفسكم فيها اتزان في العلاقات جدا يا دكتور ما هو وفاء. هي القصه الاتزان في العلاقات، يعني بالظبط. هي قصتنا ان الموضوع، حتى لما هنيجي نتكلم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنلاقي قصه الاتزان هي اللي هتظبط لي هذا الامر. بالظبط.